السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي وزملائي في تخصصات جراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية والأمراض العصبية، أحب أن أنا أدعوكم لحضور الكورس السنوي بتاع المجموعة المصرية لأسطرة المخ بعنوان بيزك سيريبرال أنجيوغرافي. الكورس يعني الحمد لله بعد ما شفنا كورسات كتير في أماكن كتير في مستوى على مستوى العالم، الكورس بيتميز بأن هو فيه الأجزاء الثلاثة اللي بيحتاجها أي دكتور محتاج يشتغل في تخصص أسطرة المخ، وهي الجزء النظري والجزء العملي والجزء اللي هو متعلق بحالات حقيقية بنعمل لها عمليات. الكورس بيتكون من شهر بندرب فيه تدريب نظري وعلى مودلز أونلاين، لمدة شهر بنحضر للكورس اللي هو بعد كده بيبقى يومين حضور مباشر. يومين الحضور اليوم الاول بيبقى يوم نظري في محاضرات بنشرح فيه كل الارتيريال اناتومي بتاع الهيد اند نيك، وبنشرح كمان الفينوس اناتومي، وبنشتغل ازاي نعمل دايجنوستيك سيريبرال انجيوغرافي على مودلز. ده في نفس اليوم الاول. في اليوم الثاني بيبقى يوم عملي على حالات حقيقيه انديكيتد للدايجنوستيك سيريبرال انجيوغرافي. فان شاء الله اللي بيحضر الكورس سواء الجزء الاونلاين لمده شهر او جزء الحضور لمده يومين، ان شاء الله يعني يقدر ان هو يعمل حاله أسطرة تشخيصيه وازاي يعمل interpretation للصور اللي هو بيطلع بيها من الأسطرة. فخلاصة الكورس هو how to perform and interpret diagnostic cerebral angiography. ما تفوتوش الفرصة للاشتراك في كورس 2024 إن شاء الله.